أجمل شيء في اللعبة هي بعد ما تستثمر وقتك في لعبها أنك توصل إلى النهاية وتكون مرضية، وغالباً نهايات الألعاب تكون تجاوب على معظم الأسئلة اللي انطرحت في قصة اللعبة واللعب، ويكون فيها أكثر من نهاية توصل لهم حسب قرارات اتخذتها في اللعبة. واليوم جبنا لكم أكثر 5 ألعاب فيهم نهايات متعددة، ولا تخافون ما في أي حرك في الفيديو للنهايات. وقبل ما نبدأ لا تنسون أتزر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Dragon Age Origins، وهي تعتبر لعبة RPG غربي من تطوير العملاقة BioWare، وهذا يعتبر أول جزء في السلسلة المشهورة، واللي كان يلعب بمنظور لعب أفقي مشابه لطريقة لعب ديابلو. واللعبة تقدم قصة فخمة وعميقة ومعقدة، وتقدم أيضا خيارات كثيرة جدا تؤثر على مسير قصة اللعب والأحداث اللي صادفها اللاعب، وهذا يخليها تجربة مختلفة لكل لاعب. ومعظم الخيارات تعتمد على المهمات الجانبية اللي اختارها اللاعب ويتخذ قرارات فيها، مثلا انه يقتل فلان او انه يخليه عايش وسامحه، وطبعا هذا بيغير في القصة لما تتقدم. معنا فيها خيارات متعددة، الا ان اللعبة راح تجبرك انك تسلك طريق يوديك الى واحدة من 4 نهايات فقط، مع انها توهمك ان فيها اكثر من 100 نهاية. ثاني لعبة معنا هي لعبة Way of the Samurai، وهي سلسلة قديمة بدأت من جهاز بلايستيشن 2 في عام 2002، وهي عبارة عن لعبة أكشن RPG في عصر اليابان القديم، وبالتحديد عصر الميجي، واللي فيه اندثر الساموراي وصاروا ممنوعين في الدولة، وتلعب فيها بساموراي رحالة مستجد أو الرونين، وهو في رحلته عشان يصبح أفضل ساموراي عرف التاريخ. وراح تواجه قرارات كثيرة في اللعبة تغير من أحداث في القصة، مثل أنك تنقذ بنت مختطفة من أعداء، وبعدها تختار لو تخلي سبيلهم أو تقتلهم بعد عملية الإنقاذ. وطبعا هذه واحدة من الخيارات الكثيرة اللي في اللعبة، واللي في النهاية راح تقودك إلى طريق يوديك إلى واحدة من 7 نهايات مختلفة في اللعبة، وكل نهاية راح تحدد مصير الساموراي. ثالث لعبة معنا هي لعبة Mass Effect 3، هي ايضا من تطوير العملاقه BioWare، وتعتبر احد السلاسل المشهوره اللي تمتلكها EA. اللعبه نوعها اكشن مع بعض عناصر RPG، تتميز بعمق قصتها وجدد حواراتها، واللي يكون فيها اختيارات كثيره في اللعبه تاثر على سير الاحداث فيها. وقصه اللعبه تكون عن شخصيه البطل جون شيبرد، وهو يحاول يكشف الحقيقه، وصدر منها 4 اجزاء، مع ان اللعبه فيها عديد من الخيارات اللي انا راح توديك في طريق يوديك الى 8 نهايات فيها. رابع لعبة معانا هي لعبة Resident Evil الكلاسيكية اللي صدرت على جهاز بلايستيشن الأول. اللعبة هذه طبعا غنية عن التعريف، مين منا ما يعرف لعبة Resident Evil؟ طبعا اللعبة ما فيها خيارات كثيرة مثل باقي الألعاب اللي ذكرناها، لكن فيها 13 نهاية مختلفة. أسمعكم تقولون الحين مستحيل، كيف كذا والقصة واحدة والنهاية نفسها ما تتغير؟ وأقول لكم خلوني أشرح لكم. بكل بساطة اللعبة فيها شخصيتين رئيسية، جيل وكريس، وكل واحد فيهم مع شخصية ثانوية، جيل معاها باري وكريس معاه ريبيكا. النهاية تكون آخر مشهد لما يطيرون في هليكوبتر، طبعا المشهد يكون حسب الشخصية اللي عاشت معاك، وفيها 13 نسخة مختلفة، يعني 13 نهاية مختلفة لها. خامس لعبة معانا هي لعبة Star Ocean Second Evolution، هي سلسلة RPG من سكوير إينكس، وبدأت في عام 1995 على جهاز سوبر نتندو، وكانت فقط في اليابان، وبعدها صدرت على جهاز بلايستيشن أول للغرب. واللعبة عبارة عن RPG كلاسيكية فيها ساعات كثيرة جدا من اللعب، وفيها خيارات في اللعب توطن العلاقات بينك وبين باقي الشخصيات في اللعبة، وعدد النهايات فيها، جهزوا نفسكم للصدمة، عدد النهايات في لعبة Star Ocean Second Evolution هي 100 نهاية مختلفة، وكلها تعتمد على قراراتك اللي تسويها والعلاقات اللي توطنها بينك وبين الشخصيات، حتى بين الشخصيات وبين بعضهم البعض. وهذه كانت الخمس ألعاب اللي فيها أكثر عدد نهايات. قولوا لنا ايش رايكم بالحلقة، وأيضا اذكروا لنا تحت إذا في عندكم ألعاب ثانية ما ذكرناها تعرفون لها نهايات متعددة. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.